السلام عليكم. أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت أن اضطراب جوي ستشهد غدا الأحد الولايات الغربية والشمالية والشرقية من الوطن، وستكون البداية حسب ذات المصدر من الولايات الغربية بتساقط أمطار تتراوح بين 10 و 15 ملم محليا بداية من ظهيرة الأحد. وعن الولايات المعنية هي كل من تيارة سيدي بالعباس، تلمسان، سعيدة، وهران، مستغانة، مشلف، غليزان، وتنتقل خلال الليلة إلى الولايات الوسطى حيث ستعرف أمطار متفرقة على كل من العاصمة البوليدة، المدية، البويرة. وخلال صبيحة يوم الاثنين سيخص الاضطراب الجوي السواحل الشرقية كبجاية، جيجل، سكيكدا بكمية أمطار ضعيفة لا تتعدى 5 ملم، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من مستعملي الطريق.